بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من المقربين عندك، من المباركين في نظرك يا كريم وبأمرك يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته، عدوان ولا عدوان إلا على الظالمين في ملك الرحمة سبحانه وتعالى. الآن بفضله تعالى وبركاته ورضوانه سنتناول بالدرس المبارك لبعض آيات من سورة الطور وما أدراكم من الطور، جبل الطور. ابحثوا عن بعض خصائص هذا الجبل المبارك، خلده الله في كتابه وخلده بذكره وعلاقته بسيدنا موسى عليه السلام كليم الله. نبدأ موضوعنا بآية 11. ماذا يقول ربنا؟ فويل يومئذ للمكذبين، بما قال يوم تمور السماء مورا ونسير الجبال وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين، الحين توقع القلبة كبرى في الكون، قال وقتها ويل لكم، يعني من فسدت في الأرض بكل وجوه الفساد، بالنفاق، بالظلم، بسفك الدماء، بالتهم الباطلة، بأكل مال يتيم، كل شيء هو توقف في الحروب من غير سبب، الحروب خضر للكسب كما يعملوا الكلاب، الولايات المتخذة والمملكة المتخذة وأوروبا المتخذة كلهم، حتى اليابان المتخذ عمل حروب للكسب، مش قال دفع الشر عنا، لا لا، المسألة من وراء ما قيل، فما رغبة الكسب على عزاب الشعوب التي ستخزن من طرف الظالمين. نسأل الله السلامة على تونس وغير تونس، كنا مهددين في كل وقت لأننا قاعدين نسقط في الله بالليل والنهار. لهذا يجب يبعثنا من لا رحمة في قلوبهم، ومن يخرب الديار ويسول ويجولوا ويهلوا إلى كل الحرب والنصر. احنا علاش قاعدين نخدموا في تونس خاصة؟ ونقولوا يا ناس لو بيرجوك لله سيمنع مولانا سبحانه وتعالى أي عدوان عليكم في ظاهره أو في خفائه. الخفي هو العيون، العيون بلا حساب، خاصة في أيام بورقيبة وأيام بن علي كانت الناس قادمين عليهم، مش متاع قالوا سواح، لا لا أغربهم، هذا أنا إنسان شاهد عليه الحكاية دي، أغربهم عيون ويخدموا الصهاينة قبل كل شيء، قبل ما يخدموا فرنسا ويخدموا إنجلترا، وما خرجش الاستعمار لحد الآن، ما خرجش يتهيئ لكم. وثم الآن وأنا نراه فيه في الأسواق، ولات المسألة عندنا شكله برا، امشي أنت يا قبيح يا منزوس يا طلياني يا جريجي يا كذا، امشي وز أخي بعارة وجذابة بعرية وممكن مكنة جنسية من هكا تحرك سواكن، اللي حتى يقول بير جنسية يتحرك سواكن، هذا يقع في تراكمكم في شوارعكم وشوارعكم في النزول متاعكم، يتحبوا لتكروا راهو التخريب من زاد، خذاء ألوان أخرى ليس التخريب الخفي بل ولا المجاهر به. ولهذا نقول لكم احذروا وادعوا الشر عن بلادكم خير لكم، لأن رب يقول ويل، والويل هذايا هو أما شدة عذاب مع دوامه، وإلا واتجانا مش كون أنتم الزائرين والمقيمين فيه. نسأل الله سلامة، تقولوا احنا نخربوا برا، تحبونا نخربوا سوارا وين مش ترسيلكم. نسأل الله السلامة.